جديد يوم حلو علينا كلنا بإذن الله. يا رب إن شاء الله بإذن الله. تقدروا تبعتوا رسائلكم على 1909، رسائلكم على 1909 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. اسألوا كل الأسئلة اللي انتوا عايزين تقولوها للكابتن هاني رمزي. وإحنا بنتكلم في موضوع رئيسي النهاردة، كرة المصرية رايحة فين؟ واخدانا لحد فين؟ احنا بنتكلم على بطولات افريقيا كنا متصدرينها وبعدين ما بقيناش موجودين، هنتكلم على المحترفين المصريين، لازم نستثمر طبعا وجود الكابتن هاني رمزي. هنعمل لكم مقارنات كده برضو مهمه بين الدوريات الاوروبيه وبما يحدث في مصر بما لا يزعجكم. يعني انا ممكن اتكلم مع الكابتن هاني قبل الهوا، قال لي ما بلاش ما بلاش احسن. لا طبعا هو مهم جدا ان احنا نعمل مقارنات مع الناس يمكن سبقتنا بشكل كبير جدا، لكن خلينا ناخد في الاعتبار مش عايزين ناخد هذه المقارنات بسخريه، مش عايزين ناخد هذه المقارنات ان احنا نبدا نقول يعني طب هم الناس دي بعدت. طول ما احنا بنقول كده للاسف هم بيتقدموا واحنا بنفضل في مكاننا. عايزين ناخد المقارنه دي، عايزين نحسن مستوانا، عايزين سنة غيرة شوية. يعني دايما الواحد يبقى عنده لما يبص للأحسن، ودايما أنا كنت ببص للحتة ديت لما كنت بلعب في ألمانيا أو حتى في سويسرا، كنت مرجع مصر كان يبقى عندي نوع من أنواع الغيرة. ليه بلدنا ما فيهاش ألف وبيه وجيم زي الناس ما بتشتغل برا؟ فياما بنتكلم حتى في المقارنات ما بين دوريات أوروبا أو زي الناس بتشتغل في أوروبا، مش عايزين ناخدها بمحمل ان احنا طيب يا عم عندينا يعني طب هم فين واحنا فين واحنا مش هنوصل طول للناس. طول ما احنا بنقول الكلام ده هنفضل فعلا في مكاننا يعني والناس دي بتتقدم يعني. فخلينا يعني عايزين نثير. طب بما ان حضرتك فتحت موضوع الاحتراف انا عندي سؤال مهم. اتفضل. احنا دلوقتي في 2015، كابتن هاني رمزي هذه النجوميه وهذه الشعبيه الطاغيه وهذا الاحترام الوفير من الناس في الشارع. انت احترفت يا كابتن في وقت ما كانش فيه الاعلام بهذا الزخم وبهذه القدره وبهذه القوه. صحيح. ورغم ده قدرت تحافظ على نجوميتك وقدرت ان انت يعني تثبت مكانك زي ما بيتقال في الوقت اللي كان فيه ناس كتير بتروح وتيجي وتختفي. هل لو انت كنت بتحترف في 2015 كان هيبقى الوضع مختلف خالص؟ كان هيبقى الوضع مختلف. خلينا نتكلم في شقين مهمين. زي ما انت بتتكلم ابراهيم، يمكن انا احترفت سنه يمكن سنه 90 ما كانش الميديا الرياضيه بهذا الكم وهذا يعني الاهتمام البالغ. احنا النهارده بنشوف طبعا كلنا فخورين مثلا بمثل زي النني وصلاح وحمودي وامثله كتيره، لكن وانا بلعب ما كانش فعلا. المره الوحيده يمكن بعد 4-5 سنين من احترافي في حد وصل وعمل يمكن لقاء من لمده 5 دقائق. ياه. بعد احترافي بعد 5 سنين بعد انتقلت من نيو شاتل رحت لبريمن. ما كانش فيه طبعا الميديا، ما كانش فيه حتى السوشيال ميديا بتاعتنا يعني الفيسبوك والتويتر والحاجات دي ما كانتش موجوده كمان يعني. فكان الخبر بيوصل يعني فين وفين لما بيطلع مثلا سطر ان انا مثلا لعبت مباراه او احرزت هدف او فعايز اقول ديت ليها حتتين، جزئين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم. الجزء الاولاني ده ساعدني في موضوع استقرار. خلينا نتكلم بكل امانه، لان الميديا مهمه جدا، ولكن في بعض الافراد بياخدوا الميديا كانها يعني هي الترمومتر بتاعهم جوه الملعب، وده مش صح يعني. دايما النقطه على فكره مهمه. طبعا يعني في بعض اللاعبين بياخدوا الميديا، والميديا عارفين يعني في مهما كان في بعض الانتماءات في بعض المبالغه في غصب عن الناس احيانا بيبقى في مبالغه. صح. احيانا بيبقى في رغبه لان حب زياده يعني الناس بتحب البني ادم زياده فبيبقى عنده، واحيانا برضو المذيع يبقى عايز يتشهر اكتر فيقوم ينجم الراجل ده يعني. صحيح. بيبقى وده ممكن اللعيب ياخدها كانه ده فاكت، دي حقيقه واضحه، ويبدا يتعامل من هذا المنطلق ان انا بقيت نجم كبير. فدي ما كانتش موجوده، فدي ساعدتني على موضوع الاستقرار، والحمد لله كان عندي نوع من انواع يعني المصابره شويه ونوع من انواع. ايه السبب؟ ايه اللي خلاك تثابر في التوقيت ده يا كابتن؟ انا بتكلم سنين فاتت يعني. بص يا ليه شقين طبعا. دي بتبقى ممكن يكون مقاومات شخصيه، وبيبقى في دوافع كمان. يعني انا من عيله بسيطه، من عيله نقدر نقول عيله مش متوسطه، اقل من متوسطه. فكان عندي طموح ان انا ارتقي بمستوى عيلتي، ارتقي بمستوى نفسي فعلا. ودي كانت فرصه كبيره جدا، لان اولا انا ما كانش في دماغي موضوع الاحتراف نهائي، ان انا احترف وابقى لاعب مشهور حتى على المستوى على مستوى مصر يعني. ايه ما كنتش تفكر في خالص خالص يعني. انا كان كل يعني ولد بيحب الكوره وبينزل يلعب في الشارع وبتاع يعني. فالامور بدات كده، فوالدي خاف عليا من جو الشارع، ففجاه لقيته جايب لي استماره النادي الاهلي، روح النادي الاهلي اختبارات، احنا عيله اهلاويه كلنا. فما كانش في حتى التفكير ان ابقى
نجم او ابقى لعيب مشهور يعني. ده كان بعيد خالص عن تفكيري، لغايه بدا التفكير ده يتولد في النادي الاهلي يعني. يعني الحمد لله ربنا وفقني في اختبارات النادي الاهلي. بدات رحت اختبارات النادي الاهلي. حضرتك عندك كام سنه كابتن؟ كنت عندك كام سنه؟ كان عندي حوالي 10 سنين. 10 سنين. طيب بعدين حصل شيفت في حياتك كده كنا بنتكلم فيه قبل الهوا، فعلا كنت سبت النادي الاهلي؟ سبت النادي الاهلي يعني الحمد لله، يمكن مدرسه الكوره، وبعدين بدات من سن 14 سنه 15 سنه، حتى كان في منتخبات بقيت انا كابتن منتخب 14 سنه و16 سنه وانا عندي تقريبا 15 16 سنه. كان حد جه واتكلم قال يعني يا هاني انت لعيب كويس بس ما مالكش مستقبل في النادي الاهلي. ليه؟ والنادي الاهلي لا يهتم يعني، مهتم بيك لكن ما بيلعب ما بيصعدش لعيبه مسيحيين للفريق الاول. فعلا ده حصل. حصل. وانا كنت في سن صغير، عقليه متاخره متخلفه يعني زي ما انت بتقول او ليها اغراض تانية يعني فاهم. ويعني في السن الصغير انا اتضايقت جدا وزعلت، وحتى قعدت ما رحتش تمرين لمده اسبوع. كان الكابتن انور سلامه هو كان ماسكنا تحت 17 سنه، لما غبت جه واتكلم مع والدي، فوالده قال له انت عارف زمان برضه ابراهيم كان حتى الدنيا قافله شويه، الدنيا قافله وكمان العائلات ما عندهمش نهم للكوره يعني. شوف مستقبلك وشوف مذاكرتك يا ابني وكوره يعني هتبقى ما هتوصل ايه يعني في الكوره يعني. فحتى ما كانش فيه حتى الاحتراف، ما كانش فيه فلوس ممكن تغري اي حد انه يبقى لعيب كوره. وبالتالي كان دايما الاهلي يقول لك لا يعني لعيبه الكوره لا، ابعد عن الكوره شويه، خليك في مذاكرتك ودراستك. فجي دوت مع موقف ان والدتي وخاصه والدتي يعني تقول لا خليك في مذاكرتك يا ابني وخلاص. وانا قعدت فعلا مش هتنفعك الكوره. بالظبط بالظبط، هتديك فين الكوره يعني. فلا يمكن موقف كابتن انور سلامه جه واتكلم وقال لي الكلام ده مش مظبوط وانت لعيب كويس وما فيش الكلام دوت. وفعلا لما رحت ورجعت النادي الاهلي ما كانش فيه خالص اي نوع من انواع حتى المضايق او حتى التفكير يعني ده مسلم ولا مسيحي. دي شهاده مهم جدا ان كنت اقول الكلام ده. طبعا نقطه تحول، وبدات من ساعتها فعلا افكر. انا اول مره اسمعها بصراحه. لا يمكن قلتها في بعض المداخلات، لكن على المستوى الشخصي بدا التحدي من النقطه ديت من وانا عندي 16 سنه 17 سنه، وبدا بقى اتدرج بقى في النادي الاهلي من 17 سنه لغايه طبعا الحمد لله يمكن من اختياري بمنتخب مصر ولعبت النادي الاهلي، كسبت دوري وكاس وانا كان عمري صغير 19 سنه او 18 سنه، وبدا الكابتن جوهر ياخدني في منتخب مصر كان عمري 18 سنه ساعتها. وبدات بقى ايه هاني رمزي الستايل، مش مجرد مدافع، انت اصبحت ايقونه للمدافعين من بعدك الحقيقه بكلمه حق. عايز اتكلم مع حضرتك فيما يتعلق بقى بمستقبل الكره المصريه، وهرجع تاني عشان يبقى عندي ربط مهم قوي ما بين الاحتراف في وقتها وبين محترفينا المصريين وماذا سيعود ده على الكره المصريه بشكل عام.